قصيت كتير من الكلمة، هلأ بك تتحمل، مش رح توقفني ولا مرة. بالتحديد نبلش من أول طريق. وهيتك مدعومة من معالي كمان، عم بحرضك. 15-8-7-5 هلأ 3. تفضل. أوكي. أولاً بحب أشكر الوزير جبران باسيل على الدعوة، وأشكر فكرة هالمؤتمر كتير يلي بيسمح لكل شخص من أصل لبناني يترجم حنين أهله وأجداده إلى أعمل ومشاريع رح تخليهم يصيروا ملتزمين أكتر بأصلهم ويفيدوا لبنان ويستفيدوا. أنا أليسيا داهر، إما لنينا وداهر. نينا وداهر كانت صحفية معروفة كتير بالأرجنتين كلبنانية، هي أرجنتينية ولبنانية طبعاً، وكتير أثرت بالمجتمع الأرجنتيني لتعرف عن لبنان على طريق الإعلام. هي كانت جورناليست وعندها كان ثلاث برامج، واحد لجالي باللبنانية بالأرجنتين، وواحد بروجرام باثنين بروجرام بغير كانالات للكل يعني للأرجنتينية. بس بكل بروجرام أو بكل مصدر على التلفزيون إلا ما تحط كلمة أو تاخد العالم اللبناني أو تاخد شي لبسته أو شي بينك، مش تحكي شي كلمة أو تتحركش بشي مش تحكي عن لبنان. منشان تعرفوا عن رسالة نينوى رح أقرأ لكم مكتوب وجهته للشبيبي بنها بسن 2000، كان عمرها 20 سنة. قالت فيه: بدي أعبر عن أمنيتي الكبيرة بأنه شوف لبنان حر من الاحتلال الأجنبي وحر من كل الأشياء اللي بتظلمه، وخاصة الأشياء الخفية اللي بتشتغل على السكت. أما بالنسبة لجالي بالأرجنتين أفكارها قوية، ولكن أنا بشوفها كتير مربوطة بالأشياء يلي يمكن تقسمها. كل أملي إنه جليتنا تكون جالي وحدة وما تقبل تتقسم كرمال السياسي أو فرق بالأديان. كل أملي إنه ما ناخد المشاكل اللي موجودة بلبنان على الأرجنتين. نحنا لازم نكون جالي وحدة وما نقبل نحن لازم نكون الحل لمشاكل لبنان، ولازم نشتغل لنحل مشاكلنا بالأرجنتين. لازم نستخدم الحرية يلي عايشين فيها حتى نعرف الحقيقة وما نسمح لأخطاء الماضي تفوت بقلوبنا. وأخيراً بحب أقول إنه المغتربين إلنا حق نسمع صوتنا، وتعرف لبنان يعرف لبنان شو مشاكلنا بالاغتراب، ونحن مجبورين نساعد لبنان على مشاكله ونستعمل التجارب اللي تعلمناها منها اللي تعلمنا منها بالهجرة. هالرسالة أنا بوجهها للشباب اللي مثلي أنا، يلي رغم براءتنا عم نشتغل لحياة أفضل بالأرجنتين وبلبنان. هاي رسالتها لنينوى، المحبة وتأثير تأثيرها بتحريك الطاقة اللبنانية بالأرجنتين على طريق الإعلام كانت خصوصاً موجهة إلى تعتبر إنه المحبة هي أهم شيء منشان واحد يستفيد من هالطاقة. مش الحال؟ نو. بعد؟ إيه. ما أقول 5 دقايق. طيب يلا. بدي. بعد في دقيقة. شوف شلت كل شيء، بس بدي أقول بالنسبة للاعتراف بأعمالها بالأرجنتين. لما توفيت بذات السنة
حكومة بوينوس آيرس كرمتها بلوحة بذات بالساحة تبع الصحفيين بتبرز فيها أعمالها الخيرية وأصل لبناني. ب 2011 أصدر برلمان بوينوس آيرس قانون اعتبر 3 أكتوبر يوم ميلادها يوم الشاب الأرجنتيني من أصل عربي. رئيس لبنان ميشيل رئيس لبنان ميشيل سليمان كرمها بدرع الرئاسة لموقفها تجاه لبنان. وسنة 2014 برلمان الأرجنتين الوطني أصدر قانون اعتبر 3 أكتوبر يوم ميلادها يوم الشاب الأرجنتيني من أصل لبناني. حتى نتابع هالرسالة أنشأنا مؤسسة نشتغل فيها بقول شو بشو بنشتغل وبخلص. خلص خدي راحتك. عم نعطي منح لشباب ليسافروا على لبنان وليتعلموا اللغة. أنا رح أقول شو اللي عم نعمل، بس كمان حب يقول إنه كل شيء مش اختصر بالوقت، كل شيء عم نعمله بتأمل إنه يكون في مساعدة بين المؤسسة فونداسيون نينا وداهر والجالية اللبنانية كلها، الجامعة الثقافية اللبنانية، كل الجالية بالأرجنتين، يكون في تعاون مع الوزارة من شان هالأشياء تكبر تكون أكبر، لأنه الإمكانية تبعنا مش كل هالقد من شان نبعت كل الشبيبة اللي نحن فينا حبين نبعت، بس بلكي بنعمل شيء سوا. ومثل ما عملتوا مع المكسيك لأنه أنا غرت، بنعمل مع الأرجنتين. شكراً لك مدام. ما خلصنا؟ عملنا برنامج بيلار من شان التبادل تبع الأساتذة والطلاب. عم نشتغل مع الجامعة تبع الكاسليك بأشياء كتيرة مثل حفظ الرقمي ديجيتاليساسيون تبع التراث الثقافي بالأرجنتين والأمريكا اللاتينية لكل الأشياء اللبنانية. كيف بيقولوا؟ بوبليكاسيون يعني أصدروها. نعم نشروها. ويعطيك العافية. ويعطيني العافية. نعم. قبل ما يعطيني العافية منأسس مركز تكنولوجي لتعليم الدراسة أونلاين، مهم كتير بالجامعة تبع اليسوعية بالأرجنتين، وكمان على هالموضوع بهمنا التعاون. وهلأ لا عن جد يعطيك العافية عن جد. شكرا لك. هلأ خلي